السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائي الأعزاء، أهلا بكم في يوم جديد من أيام مبادرة معلم القرن 21 لطالب مبتكر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم النهاردة معانا محاضرة بعنوان أفضل طريقة يتعلم بها الطلاب مع المدرب أستاذ صبحي عبد العزيز من سوريا، وهو مدرب متخصص في المجال التربوي وضبط جودة التعليم. السلام عليكم أستاذ صبحي، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين. جزيل منصة عمران على إتاحة هذه الفرصة للقاء بكم وتبادل الأفكار والمعارف معكم. شكرا جزيلا للأساتذة المهتمين الذين انضموا يعني على الوقت أو حتى قبل الوقت، وهذا دليل اهتمام. طبعا هذا الاهتمام بيحملنا مسؤوليات كبيرة، إنه إن شاء الله نكون عند حسن ظنهم. إن شاء الله سنتناول اليوم جلسة هي أشبه بورشة عمل منها إلى محاضرة حول أفضل طريقة يتعلم بها الطلاب وبالتالي تزيد من مستوى تحصيلهم ونتاجهم. سنبدأ إن شاء الله على بركة الله مع يعني الآن مع الحضور ما شاء الله متميز. سنبدأ بنشاط صغير وبسيط جدا، أرجو الإجابة إما على الشات أو على الشات حصرا يعني حتى سرعة الإجابة. ما هو عكس كلمة فاتن؟ السؤال، ما هو عكس كلمة فاتن؟ في حد عم يعمل إشارة إن الصوت متقطع، هل الصوت واضح عند الجميع؟ هو كان في البداية عند حضرتك بس كان فيها تقطيع بسيط بس بسبب الإنترنت تقريبا، بس لكن واضح الآن. واضح، تمام. اي تمام، السؤال واضح، هو ما هو عكس كلمة فاتن؟ نكتبه على العرض. تمام، ما شاء الله هناك إبداع في في الإجابات، لكن لم نحصل على الإجابة التي نتوقعها أو التي نريدها. ما شاء الله، تمام. إلى الآن لم تصل الإجابة. نعم، للإشارة أنا أقلت كلمة فاتن، يعني ربما هذا يساعد قليلا في اكتشاف الإجابة. أعتذر إنه توقف البث، نعم ممل غير رديء أيضا. تمام، يعني حتى نكسب الوقت، إلى الآن لم تصل الإجابة المتوقعة. تمام، سأكتب السؤال على الشاشة. السؤال هو ما هو عكس كلمة فاتن؟ طيب، عكس كلمة فاتن يا جماعة بسيط جدا، وهو طلعن. هناك لهجة باللغة العربية يعني تستخدم المؤنث بكثير من الأفعال، فاتن، طلعن، كتبن إلى آخره. طيب الآن ما هو عكس كلمة طلعن؟ عكس كلمة طلعن، تمام، جميل، نزلين، برافو، شكرا أستاذي. لم يعني الحق الاسم أستاذ عبد الرحمن.
تمام عبد الرحمن، شكرا كثير اخي عبد الرحمن. اذا فاتن عكس طلعن وطلعن عكس نزلن، واهلا وسهلا بكم في بدايه هذه الجلسه. طبعا سنتعرف على الهدف العام من الورشه والاهداف الفرعيه ونبدا. الوقت المتوقع لورشه اليوم هو ساعه ونصف ان شاء الله. نرحب باسئلتكم ومداخلاتكم التي ارى انها ستكون سبب في اغناء ورشه اليوم. فاهلا وسهلا باسئلتكم ومداخلاتكم. الهدف العام الذي سنتناوله اليوم هو توضيح اليه عمل الدماغ خلال عمليه التعلم، والطريقه الافضل التي يرغب الطلاب التعلم من خلالها، وبالتالي تكون عملية التعلم أيسر وأسهل بالنسبة للمعلمين. هذا الهدف العام من ورشتنا اليوم. الأهداف الفرعية لدينا هدفين اثنين. الهدف الأول كيف تعمل عقول التلاميذ خلال التعلم، وكيف نستخدم هذه المعرفة لنكون معلمين أفضل أو لإثارة الدافعية عند المعلمين. طبعا اذا في اي سؤال بسبب اختلاف اللهجه او استخدام مصطلحات ربما تكون غير مفهومه، فارجو طرح السؤال مباشره على الشات للاجابه عنه. طبعا السؤال هو يعني هو في خلينا نقول هو فيه لغز، يعني هو فاتن عكس طلعن وعكس نزلن، طبعا مثل ما اشاروا الاساتذه هي لهجه بدويه. الدماغ هو العضو أو الأداة التي يتعامل بها أو يعني يستهدفها المعلمون. الدماغ يحمل الأسرار الكثيرة، سمعنا عنها أو قرأنا عنها في علم التشريح أو في علم النفس أنه يحوي مليارات من الخلايا العصبية، يقوم بالعديد من الوظائف، وما تزال أسرار هذا العضو إلى الآن غامضة ولم يكتشف العلم منها إلا الجزء اليسير. طيب، بما أن الدماغ لديه قدرة عظيمة على التخزين ومعالجة المعلومات والتفكير، لكن ما نزال نجد هناك صعوبة عند إثارة الدافعية أو إثارة التفكير عند طلابنا. فبالضرورة نحن كمعلمين لكي نستطيع التعامل مع هذا العضو وتحقيق التغيير فيه، سواء التغيير المهاري أو الفكري أو القناعات، علينا أن يعني يكون لدينا على الأقل تصور عن كيف تسير الأمور داخل هذا العضو. ليس من قبيل المصادفة أن عندما نريد استخراج بطاقة قيادة سيارة، فهناك جزء من الاختبارات التي توجه إلى الشخص الذي يرغب بالحصول على شهادة قيادة سيارة هو كيف يعمل محرك السيارة. أتوقع هذا يعني عند جميع الدول وعند جميع المؤسسات التي تمنح رخص القيادة، يطلبون من السائق أن يتعرف على كيف يعمل محرك السيارة وما هي الأجزاء المكونة له. أيضا عندما تقوم المعامل بتدريب العمال على استخدام الآلات، أيضا هناك جزء من التدريب يكون عن كيفية تصميم هذه الآلة والقطع المكونة لها ومراحل عمل هذه الآلة. فمن الضروري نحن كمعلمين كوننا نتعامل مع هذا العضو المهم جدا ونحدث فيه تغيير أن نعرف بعضا من أسراره. هناك قسمين من عمل الدماغ لدينا، أولا التشريح الفيزيولوجي والعمل العضوي للدماغ، ومنه العمليات الكيميائية والمكونات العصبية للدماغ، وبنفس الوقت نتعرف على الجانب النفسي والسلوكي وكيفية تخزين المعلومات وكيفية استرجاعها وماذا يحدث خلال التعلم. إذن هذا ما سنتعرف عليه.
هناك يعني عبارة شائعة تقول أن التكرار يعني يساعد بشكل كبير على التعلم، وهذا حقيقي، لكنه للأسف له ارتباط مع سلبي مع الدافعية. فمثلا نستطيع التعلم من خلال التكرار تعلم المواد النظرية، لكن كيف تكون علاقة التكرار مع الدافعية عند الطالب؟ هناك علاقة سلبية، وبالتالي لا يشجع التكرار الطلاب على التعلم. لو تذكرنا، نعم أنا لم أقول مهم، هو صحيح، هو أساسي في عملية التعلم، لكن صحيح تماما بمعايير، لكنه ليس أساسي في التعلم. يعني ربما تكرار مثلا القصيدة أو النص سيولد، صحيح سيولد الملل عند الطلاب، وبالتالي ستكون الدافعية منخفضة ولا يحدث التعلم الذي نحن نرغب به. الأهداف العامة أو المحاور الفرعية لدرس اليوم أو جلسة اليوم، لدينا سؤال ربما تم طرحه خلال الاستبيان: هل يلجأ العطل إلى التفكير أولاً عند حدوث مشكلة أو عند تعرضه لقضية أو بحاجة إلى اتخاذ قرار؟ هل يكون التفكير هو أول ما يلجأ إليه العقل، أو هناك استراتيجيات أخرى يتبعها الدماغ للهروب من التفكير؟ الأمر الثاني الذي سنناقشه هو: هل يمكن الاعتماد على الفضول للتعلم بشكل أفضل؟ طبعاً نحن كبشر لدينا فطرة في الفضول، فكيف سنستفيد من هذه الفطرة في تحسين وتجويد التعليم؟ أيضاً كيف يعمل العقل داخل دماغ الطالب عندما نطرح له المعلومة؟ كيف سيتصورها؟ كيف سيستخدم المعارف المسبقة الموجودة لديه لعملية المعلومات الجديدة بالمعلومات القديمة؟ وفي النهاية بعد مناقشة الفصول الثلاثة سنقوم ب يعني إسقاط ما توصلنا إليه على التعليم. طيب في حال وجود أي سؤال أو أي مداخلة يعني أرحب بهم. في كان زميل لنا رافع إيده لو يحب يسأل سؤال لحد دكتور يحيى، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. دكتور يحيى الصوت لا يصل. آخر التعليم، وهذه يعني طلاب وخصوصا للطلاب الذين يتعلمون يعني اللغات الأجنبية، يحتاج هنا المعلم أن هو يستخدم أسلوب التعليم المتقطع. وشكرا. تمام، شكرا كثير دكتور يحيى. أنا والله للأسف الصوت يعني تقطع، لكن اللي سمعته من حضرتك هو أن التعليم المتقطع مهم جدا، وهو التكرار المتقطع على فترات زمنية لعناصر التعليم. هلأ نحن رح نناقش بعض الأمور أو بعض الطرائق المستخدمة بالتعليم، لكن يعني لما منقول أنه التكرار هو لا يرتبط بشكل إيجابي مع الدافعية، لا نعني بذلك أنه هو يعني عملية سيئة أو هو يمكن الاستغناء عنه، لا، لكن نحن خلال عملية التعليم بالتكرار فعلاً في بعض الأمور نحتاج أن نكررها عدة مرات لتثبت في ذهن الطالب. نعتمد هذه الطريقة لكن لا نبالغ بها، لأنها أو ننتبه عند التكرار أن دافعية الطلاب ستنخفض فقط لا غير. هناك مبدأ عام يقول: نحن فضوليون بالفطرة لكننا لسنا مفكرين أكفاء، وعندما تتوافر الظروف المعرفية المواتية فسوف نتحاشى التفكير. طبعا الإنسان فضولي بالفطرة، وهي من النعم التي أنعم الله علينا بها، فلولا هذه الفطرة
لما توصلنا إلى العلوم التي نحن نجدها الآن أمامنا. فمنذ بداية يعني وجود الإنسان على الأرض بدأ بفضوله طبعاً يراقب حركة النجوم، يراقب حركة فصول السنة، يشاهد بعض الأحداث ويسعى إلى تبريرها أو تفسيرها، وبالتالي الفضول يساعدنا على البحث والمعرفة. لكن في حال وجد الدماغ طريقة أخرى غير التفكير فهو سيعتمدها ويتحاشى التفكير. سنتعرف الآن بعد قليل لماذا يعني غالباً ما نهرب من عملية التفكير. بناء على هذا المبدأ الذي تحدثنا عنه ينبغي على المعلمين إعادة النظر في الطريقة التي يشجعون بها تلاميذهم على التفكير حتى يزيد من احتمالية أن ينعم التلاميذ بفورة المتعة المصاحبة للفكرة الناجحة، وبالتالي تصبح عملية التعلم عملية أكثر متعة ومصاحبة لإثارة الدافع عند الطالب من أجل التعلم. إذن هذا ما سنتحدث عنه. لدينا 4 فصول. الفصل الأول، هل يلجأ الدماغ إلى التفكير أولاً؟ الفصل الثاني سنتحدث عن الفضول ودوره في عملية التعليم، وهل الفضول أنواع ومتى يكون الفضول سلبي. الأمر الثالث، كيف تتم عملية التفكير في الدماغ. والأمر الأخير سنتحدث عن التطبيقات بالنسبة لتحضير الدروس وتنفيذها في الصف. نبدأ بالمحور الأول. قبل البدء في المحور أرجو أن يعني إذا في هناك أسئلة أو استفسارات أو مداخلات أهلا وسهلا بها. صحيح أستاذ خالد، الفضول هو أساس عملية البحث والمعرفة، صحيح 100%، وهو الذي يوجهنا نحو التفكير. لكن هل الفضول دائما هو مفيد؟ ومتى يكون مفيد ومتى يكون غير مفيد؟ هذا ما يعني نتناوله إن شاء الله بجلسة اليوم. طبعا معظم الأمور التي سنناقشها يعني ستكون مرتبطة بتطبيقات سنعمل عليها معا. طيب في حال عدم وجود أسئلة إن شاء الله سنكمل. طيب إجابة للسؤال الموجود أمامنا، هل يلجأ العقل إلى التفكير أولا؟ هل من رأي نسمعه منكم؟ السؤال الآن موجود أمامنا أنه هل يلجأ العقل إلى التفكير أولا؟ يعني في حال مثلا واجهتنا مشكلة في الطريق أو شاهدنا خطر، يلجأ إلى الحفظ، تمام، يلجأ إلى المعرفة السابقة. جميل أستاذ الزهراء، تماما. بصراحة من خلال الاستبيان القبلي الذي يعني شاركتم به مشكورين، ما شاء الله تبين أن لديكم يعني خبرة جيدة بهذا المجال، وهذا ما يسعدني ويساعدني على إغناء الجلسة. تماماً أنسن سرين، استرجاع المعلومات، جميل، يلجأ إلى المعارف السابقة، تمام. أستاذ محمد تتفضل مداخلة صوتية. أستاذ محمد، استاذ محمد انا لا اسمع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. كيف حالك استاذ؟ لباس حياكم الله. لمين من لاد من الجزائر. بطبيعه الحال يا استاذي الكريم، العقل هو مجموعه من القوى الادراكيه التي تتضمن الوعي والمعرفه والتفكير والحكم واللغه والذاكره، وهو غالبا ما يعرفه الشخص في قواه العقلية. ولهذا فلا بد أن يلجأ العقل إلى التفكير عند مصادفته لأي مشكلة في نظري، نظرا لأن العقل هو مجموعة من القوى الإدراكية. جميل. إذن يعني
ربما سنناقش هذا الأمر بالتفاصيل، وأنا أحترم رأيك أستاذ محمد، شكرا جزيلا. الآنسة نادين تفضلي. مساء الخير، يعطيك العافية. مساء الخيرات، أهلا وسهلا. هلا بالنسبة للعقل صراحة أنا بحس، ما بعرف، أنا هذا الإشي بشوفه، يعني أنا عم بحكي وجهة نظري من الإشي الواقعي اللي عم بشوفه. أحياناً حسب الأشخاص، يعني في ناس بتحسهم لما يقعوا بالموقف، بموقف معين، بتلاقيهم فجأة هم مباشر قادرين يقوموا، يعني يقودوا الموقف بطريقة معينة ويعالجوه. في ناس بتحسهم لما يقعوا بنفس الموقف مش عارفين يتصرفوا، بتحس إنه مثلاً تلاقيهم إنه بيقول لك مخك إنه ما قدر يعالج الموقف في حينه أو في لحظته. في المقابل في ناس بتحسهم مثلاً لا سمح الله صار معه حادث، تلاقيه تصرف بسرعة، يعني عالج الموقف بسرعة، أو صار أي شيء مثلاً إنسان غمي قدامه أو أي شيء لحاله هو بيعالج الموقف بقوده. جميل جداً، شكراً كثير أنسة نادين. الأنسة أشارت إلى أن يعني أحياناً يعني يختلف الناس في درجة تصرفهم خلال الأحداث الطارئة، فبعضهم يعني يفكر بطريقة منطقية تساعده على حل المشكلة، وبعضهم يقف عاجز أمام هذه المشكلة. سنقوم يعني بمناقشة هذه الفكرة وتنفيذ التطبيقات أو الأنشطة معكم، وفي نهاية المحور أنا سأكون سعيد جداً بمداخلاتكم وسماع رأيكم بهذه الفكرة. يقول أن لا يعني لا يسعى الناس إلى التفكير مباشرة، لكن يحاول أن يبحث عن طريقة لتجنبه. السبب أن التفكير هو بطيء ولا يمكن اعتماد عليه، وغالباً هو غير مضمون. إذا قارنا ما تفضل به أستاذ محمد مشكوراً، الدماغ هو لديه مجموعة من الوظائف اليومية التي مثل هي الحركة والإبصار والسماع والإحساس، وأيضاً لديه بعض المهارات اللي هي تخزين المعلومات واسترجاعها في وقت حاجته، وبالتالي يساعدنا على اتخاذ القرار. لو راقبنا وظيفة الحركة والإبصار سنجد أنها من أعقد العمليات التي يقوم بها الدماغ، والسبب أننا نستطيع أن نوظف الكمبيوتر أو الحاسوب في القيام بالعمليات الحسابية المعقدة والمعقدة جداً. يستطيع الروبوت أو الآلة أن تقوم بالعمليات الجراحية، أن تقوم بتصنيع السيارة، أن تقوم بالعديد من الأعمال، لكن إلى الآن ما تزال الأبحاث قيد التطوير للوصول إلى آلة تستطيع الحركة والإبصار، تستطيع أن تتعامل مع المتغيرات، لكن نحن نقوم بهذه الوظيفة أو بهذه العملية بشكل سهل جدا ودون تكلفة. يعني ما يعني مثلا لما حننزل إلى الطريق لا نحتاج إلى أن نقف ثم نتأمل الطريق ونرى أن هذه سيارة، هذه شجرة، هذا رصيف، هذا طريق، واختيار المكان الذي سنمر منه. هذه العملية يعني تسير بشكل سلس جدا ودون أي جهود، بينما الآلة لا تستطيع القيام بهذا العمل. ومثل ما حكينا أنه إلى الآن يعني العمليات يعني والدراسات تسعى إلى تطوير الروبوت ليستطيع أن يتعامل مع المتغيرات بشكل سريع. لدينا الأحجية الموجودة أمامنا على الشاشة، ممكن الإجابة عنا على الشات لو تكرمتم. غرفة فارغة فيها بعض أعواد الثقاب وعلبة مسامير وشمعة مضاءة، كيف نستطيع تثبيت الشمعة على ارتفاع 5 أقدام أو ما يساوي 1.5 متر تقريبا؟ أستاذة نورة، العقل لا يلجأ للتفكير. جميل جميل، إن شاء الله سنتناول هذه الفكرة. في عنا حل لهذه الأحجية، غرفة فارغة فيها شمعة، فيها مسامير، علبة مسامير، ونريد أن نثبت الشمعة على ارتفاع 5 أقدام دون أن نمسكها. نعم، يعني فارغة، لا فيها يعني طاولة، لا فيها كرسي، لا فيها خزانة، ما فيها يعني أثاث. الأستاذ جهاد تفضل. مساء الخير، جهاد من لبنان. أهلا وسهلا. بكل بساطة
ناخذ الشمعه بنطقها بالحيط بالمسامير اللي معنا، بنثبت الشمعه بالحيط على الارتفاع اللي بدنا اياه ونضويه. المسمار كيف يعني الشمعه حطها على المسمار مباشره؟ نعم الشمعه حطها على المسمار مباشره. بنثبت الشمعه بالمسمار وبنحطها على الحيط. جميل. في عندنا احتمالات اخرى؟ الاستاذ عدنان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. لا نحتاج لا الى مسامير ولا نحتاج الى اواد الثقاب، نضع الشمعه على الجدار نلصقها لصقا. نحتاج الى بس ما ممكن تبقى مستمره بال يعني هي يعني هي شمعه مشتعله. فاذا ثبتناها بهذا الشكل لا او اذا ثبتناها بهذا الشكل عمودي. نعم عمودي تبقى شمعة. عمودي كيف تثبت بشكل عمودي؟ هذا الجدار وهذه الشمعه تحف بالجدار او يضع شيء من الشمع على الجدار وتثبت عليه هيك بهذا الشكل. هذه مجربه وهذه مجربه بشكل هذا الشكل. نعم نعم لكن انه الشعله ربما تؤذي الجدار او تسبب الحرائق. ممكن. نعم نحتاج الى طريقه اخرى. تمام. في إجابات كثيرة على الشات موجودة. الحل موجود. في كذا حل على الشات. غالبا هو نلصق الشمعة لكن لم أجد يعني الحل الذي أسعى إليه أو المناسب. لا تنسوا يا جماعة أنه في عنا علبة، هذه العلبة سأشير إليها. إذا لدينا علبة نحن، هذه العلبة يمكن تثبيتها على الجدار بهذا الشكل بحيث تكون الشمعة. نعم نضع العلبة على نثبتها على الجدار بواسطة الشمع ثم نثبت الشمعة فوق العلبة وبالتالي يمكن تثبيتها بحيث انه لا تؤذي الجدار وتبقى مشتعلة. من خلال الهدف هو مو 100% حل هاي الأحجية، لكن الهدف هو انه نحن نراقب انفسنا كيف فكرنا لما كانت امامنا هذه الاحجه. فعمليه التفكير هي عمليه بطيئه، يعني كما تحدثنا اننا عندما نريد المشي لا نفكر بتحريك الرجل اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم تكرار هذه الحركه. عندما ننظر الى مكان معين اذا في الحديقه مثلا لا ناخذ وقت ل يعني دراسه المكان واكتشاف كل الأشياء الموجودة فيه. فإذا عمل الوظائف الدماغية بالنسبة للكلام والإبصار والحي هي لا يحدث هذا الأمر سريعا. أيضا نحتاج إلى بذل المجهود والبحث عن الخيارات والاحتمالات الممكن. استاذ صبحي تفضل. الصوت بيقطع شويه عند حضرتك. ممكن احيانا لو ممكن لو عائل الصوت بس يروح وبيجي فجزء دي ممكن نعيدها مره ثانيه لو امكن. نطق الكاميرا استاذ صبحي فقط نترك الشاشه. نعم. المشاركه حتى يكون الانترنت افضل. طيب سأسعى لأخذ من وقتكم دقيقتين فقط، أنتقل إلى شبكة أخرى ربما تكون أفضل. أعطيه. طيب إن شاء الله دقيقتين فقط. تتسارع فيه الأحداث والتشريعات وتبحث فيه الأمة الإسلامية عن موطئ قدم في ركب الدول المتقدمة. يبحث الكثير منا عن فضاء
متطلعا إلى آفاق التغيير والنهوض. عمران للمشاريع، أول منصة إلكترونية تلبي احتياجات أصحاب الأفكار والأعمال وتساعدهم على إدارتها وتطويرها. وتتوفر المنصة على عديد الأدوات التقنية التي ستدعم مشروعك في مختلف مراحل حياته. تقدم لك منصة عمران للمشاريع الدعم اللازم لإقامة مشروعك وتطويره إلى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا كده العرض الظاهر تمام، صار افضل هيك. هو بس الصوت بس كان احيانا بسبب ضعف الانترنت او حاجه زي كده، فهنشوف باذن الله تعالى يكون احسن باذن الله. ان شاء الله الان يعني استبدلت الشبكه، ان شاء الله ستكون افضل. تمام، نتابع باذن الله تعالى. تمام، اذا من خلال الاحجيه التي تحدثنا عنها سابقا وجدنا ان التفكير يحتاج الى وقت، لا يمكن ان يحدث بشكل تلقائي او سريع، أيضاً يحتاج إلى مجهود، وفي النهاية غير مؤكد، لا نضمن النتائج يعني بشكل مؤكد، ربما نحتاج محاولة أو أكثر من محاولة للوصول إلى النتيجة. كيف نتغلب على صعوبات التفكير في حياتنا؟ غالباً عندما تواجهنا مشكلة فإننا سنقوم بالبحث عن خلال تجاربنا السابقة عن حلول أو مواقف مشابهة مررنا بها، وبالتالي سنعمل على عملية القياس بين المشكلة الحالية وخبرتنا السابقة. فالدماغ لا يسعى إلى يعني يبحث في الذاكرة عن حلول، في حال لم يجد حل سيعمل على التفكير. سنقوم بالتجربة التالية، لو أننا أعدنا الأحجية التي بدأنا فيها أو النشاط الذي بدأنا فيه عن كلمة فاتن، فعندما سنسأل الآن ما هو عكس كلمة فاتن، فالجميع سيجيب بما توصلنا إليه بطلع، وبالتالي لم تحدث عملية التفكير، وإنما عدنا إلى الذاكرة وأجبنا على يعني النشاط بحسب الذاكرة. فالدماغ يخزن المعلومات، وبالإضافة إلى المعلومات يخزن الاستراتيجيات، أي كيفية الوصول إلى المعلومة. الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح تمام أستاذنا. جميل. هذا بالنسبة للمحور الأول. لدينا قضية التفكير خارج الصندوق، وهي قضية أثيرت على المجموعة. ماذا نعني بالتفكير خارج الصندوق؟ وكان لدينا سؤال في الاستبيان، ما شاء الله معظمكم أجاب إجابات يعني متطابقة. التفكير خارج الصندوق هو أن نفعل ألا نتصرف بشكل تلقائي، يعني أن نبحث عن طرق جديدة. مثلاً يعني عندما نقوم باكتساب مهارة جديدة أو تعلم شيء جديد، فإننا نفكر بكل خطوة نقوم بها. بعد تكرار هذه العملية عدة مرات تصبح بالنسبة لنا أمر يعني متكرر، أو عفوا أمر لا يحتاج إلى تفكير، أمر تلقائي. فالذهاب إلى العمل هو عمل تلقائي لا يحتاج إلى تفكير، تحضير وجبة الطعام هو عمل تلقائي لا يحتاج إلى تفكير. التفكير خارج الصندوق هو أن لا نتصرف بشكل روتيني وبشكل عفوي، يعني كما اعتاد عليه العقل. فنبحث عن طريقة جديدة لربط الأفكار، عن طريقة جديدة لتحضير الطعام، نبحث عن طريق جديد نذهب به إلى العمل، وبالتالي يكون تفكيرنا خارج الصندوق. التفكير أو يعني تخيلوا أننا نفكر بكل حركة أو بكل شيء نقوم به يومياً،
يعني مثلا عندما أخرج من المنزل أقف أمام البيت وأفكر كيف سأذهب إلى عملي، كم المسافة، متى سأنعطف يمينا، متى سأنعطف شمالا، فهذا سيكون جهد كبير جدا. لكن غالبا ما نتصرف بشكل تلقائي. خلينا نتذكر شغلة ربما البعض مر فيها يعني خلال حياته، عندما نسافر إلى مكان جديد هل نستطيع أن نتصرف بشكل تلقائي أو روتيني؟ عندما نذهب إلى مكان جديد، مثلا سافرنا إلى مدينة جديدة، هل نستطيع أن نتصرف بشكل تلقائي؟ الإجابات كلها لا، لا بطبيعة الحال. لماذا؟ يعني ماذا سنسعى إليه؟ ماذا لماذا ماذا الذي يتغير علينا؟ في البعض بيقول بنكون حذرين. حذرين أيضا. لأن الجو يكون جديد ومكان ما بنعرفش شيء عن المكان أو مدخلاته، ما في معرفة مسبقة، تغير البيئة. تمام. ما عندناش خبرة سابقة. نسمع مداخلة أو تنتين وبعدها نكمل إن شاء الله. في حدا ممكن يعني يحكي لنا ليش نشعر يعني لا نستطيع أن نتصرف بشكل تلقائي؟ في أستاذ إبراهيم، اتفضل. أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم السيد، افتح مايك. ما في صوت أستاذ إبراهيم، سمعنا؟ طيب. بانتظار. طيب. في أستاذ جهاد. أستاذ جهاد. نحن ما بنقدر نتصرف بشكل تلقائي بمكان جديد، لأنه نحن ما أنا معودين على هالمكان اللي عنا إياه. مثل شخص وقت بيكون عم بيقود السيارة، عم بيتعلم من سوق السيارة، أول فترة هو عم بيسوق بيضل عنده ارتباك، يعني ما بيقدر يمكن يتصرف بطريقة مضبوطة بقلب السيارة، بحس حلو ملبك لأنه ما عنده الخبرة قصة بالسواقة. بس يتمرس بالسواقة بصير يمكن يطلع يعيط لرفيقه من الشباك يزمر له، أوقات منشوف بيكون عم بيحكي يمكن على الواتساب وهو عم بيسوق. زيت شيء وقت احنا منروح على مكان جديد بالنسبة لنا، لأنه هو نحن شيء منه مألوف بالنسبة لنا، شيء منه ما عنا إياه، دماغنا منه حافظه قبل. صحيح. دماغنا منه حافظه قبل، كرمال هيك منحس عنا ارتباك بهالمكان الجديد اللي نحن رحنا عليه. بس نحن نتعود على المكان بنصير عنا أريحية بالتصرف، يمكن أن نروح نرجع بالمكان اللي نحن موجودين فيه. 100%. شكرا كثير أستاذ جهاد. مداخلة تانية. هو في عدد كبير من المداخلات، فاحنا هنكتفي بمداخلة. تمام. مداخلة تانية. سعيدة. سعيدة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بالجميع، مرحبا بالجميع. طيب باختصار، لأن العقل يكون في مرحلة اكتشاف، لأنه أنا أظن بأنه اكتشاف، لأنه كل شيء يكون غريب، وبالتالي يعني الخطوة الأولى هي الاكتشاف، ثم بعد ذلك يتعود على الأمكنة والأشياء والمدخلات إلى غير ذلك. شكرا. شكرا، شكرا جزيلا. تماما، يعني كما ذكرتم أننا عندما نكون في مكان جديد فإننا بحاجة إلى التفكير بأدق التفاصيل، حتى بكأس العصير، بزجاجة العصير التي سنختارها، لأننا لا يكون لدينا معرفة بطعمها ولونها وجودتها، فبالتالي بحاجة أن نفكر بالمكان الذي سنذهب إليه، بمكان شراء الخضروات وشراء الاحتياجات الضرورية. لذلك غالبا ما عندما يعني يسافر رجال الأعمال أو الذين يسافرون بشكل دائم يختارون مكان محدد كفندق أو مكان يسكنون فيه، يذهبون إليه دائما. لماذا؟ ليهربوا من عملية التفكير، ليهربوا من الأشياء الجديدة التي ربما تكون إيجابية أو سلبية. فغالبا ما نسعى، وهذا بطبيعتنا نحن كبشر، نسعى إلى يعني اختيار المألوف. لهذا يعني بيعطينا أريحية أكثر، بيعطينا ثقة أكثر، وبالتالي ما بيكون في عنا نسبة مخاطرة. تماما. هذا ما يسميه يعني الذين يعملون في مجال التنمية البشرية دائرة الراحة، هي الأشياء الروتينية التي تعودنا عليها كل يوم. لكن
البقاء في في دائرة الراحة هو أمر مريح لكنه غير مجدي، غير فعال، ولا يعني يؤدي إلى نتائج أفضل أو لا يعمل تطوير عند الشخص. فالتفكير خارج الصندوق هو عملية ربط الأفكار، عملية التفكير لكن بطريقة مختلفة بعيدة بكل البعد عن الروتين. إذن المحور الأول الذي تناولناه الآن، هل يلجأ الدماغ إلى التفكير؟ وجدنا من خلال الأنشطة أن هناك طريقتين صمم بهما الدماغ كي لا يضطر إلى التفكير. الأول أن بعض الوظائف هي وظائف يعني تلقائية آلية لا تحتاج إلى تفكير، مثل المشي والحركة والإبصار. الثاني أننا نلجأ مباشرة إلى السلام عليكم استاذ صبحي. تقريبا بس اتوقف من عند حضرتك او الانترنت قطع تقريبا. ننتظر ثواني يا شباب. الانترنت قطع عند الدكتور الاستاذ يحيى، وثواني بيرجع تاني. بنتواصل معاه وبنبلغ. بنتواصل مع أستاذ صبحي وبإذن الله نرجع لكم. ثواني يا شباب ونعتذر منكم عن العطل هذا العطل. السلام عليكم أستاذ صبحي، افتح المايك. ممكن تعطيه كوهوست؟ ثواني. ايوه. استاذ صبحي جدا
جدا اعتذر بسبب يعني النت، وحاولت يعني اليوم يكون في عندي شبكتين يعني اكيدتين، للاسف الشبكتين عم يكونوا ضعاف، فاعتذر جدا عن هذا الخلل الفني. حصل خير. هو ده عادتنا في الوطن العربي، الانترنت احيانا كتيره بيقطع وبتحصل كتير الايام دي كمان، لان في مشكله في كابلات الانترنت الرئيسيه كمان، فربنا يعين الجميع. شكرا استاذنا، هنعيد الجزء الثاني عشان العصر. هنعيد الجزء دي من تاني عشان أسمعك. هنبدأ تاني من الأول مطرح ما توقفنا، الكل منتظرين حضرتك، نكمل. يلا بسم الله. إذن يعني من خلال مثال الأحجية التي ذكرناها في البداية فاتن، أو الأحجية المتعلقة بالشمعة وتثبيتها على مسافة معينة، مقارنة عمليات التفكير مع الوظائف التي يقوم بها الدماغ من الحركة والإبصار، وجدنا أن التفكير له ثلاث صفات. أن أولاً أنه بطيء، يحتاج إلى جهد ولا يمكن أن يحدث بشكل تلقائي. الثاني أنه يحتاج إلى جهود، لا يمكن أن يحدث بشكل عادي. الأخير أنه غير مؤكد، ربما نقوم بعملية التفكير وربط المعلومات ثم لا نصل إلى النتيجة المرجوة. التلخيص أن بعض الوظائف هي لا تحتاج إلى تفكير. الثانية أننا بطبيعتنا كما ذكرنا في التفكير خارج الصندوق، أو كما ذكرنا عندما نقوم بأفعالنا الروتينية بشكل يومي، غالبا ما نسعى إلى تكرار نفس العمليات لكي لا نضطر إلى أن نفكر مرة جديدة. وأخذنا مثال في حال سافرنا إلى بلدة جديدة أو مكان جديد، فإننا سنفكر في الماركة التي سنشتريها، مصدر بيع الخضار والخبز والوسائل النقل التي سنستخدمها إلى آخره. طبعا كما يعني ذكرت قبل الانقطاع النت، إذا كان في مداخلة إما لإغناء هذه الفكرة أو رأي معاكس أو يعني تعزيز لهذه الفكرة، سأكون سعيد بسماع صوتكم. هو ما أعرفش أستاذ إبراهيم من بدري رفع إيده، بس يا رب يكون الصوت عنده اشتغل. يا رب. أستاذ إبراهيم تفضل، سمعنا؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. طيب الله يكرمك، معلش الصوت ما كانش شغال، مش عارف المشكله فين. هو بس مداخله بسيطه بالنسبه للتفكير. احنا بنتكلم على ان بعض الاوقات ان الدماغ لا يحتاج الى تفكير، كيف لا يحتاج الى تفكير وكل امور الانسان كلها تفكير، حتى البحث في الذاكره يحتاج الى تفكير بالرجوع، ولكن هو الفارق هو جهد التفكير، يعني قل التفكير او قصر. فالتفكير موجود، فكيف لا يضطر إلى تفكير؟ ده اللي أنا عايز أفهمه يعني. جميل. يعني حتى الروتين اليومي تفكير. الروتين اليومي للإنسان تفكير. ولكن جميل. هو... جميل. اتفضل. وصلت الفكرة، شكرا أستاذ إبراهيم. في مقولة للفيلسوف والله راح عن بالي اسمه، أفكر أنا إذن أنا موجود. فقال أنه عندما أفكر أنني لا أريد أن أفكر فإذن أنا أقوم بالتفكير. أنا أتفق معك سيدي 100% أن التفكير هو دائما يعني موجود، ودائما التفكير موجود في الدماغ، لكن ما قصدته هنا لدينا تفكير موجه، يعني يستنزف ديكارت شكرا جزيلا، لدينا تفكير موجه يحتاج منا إلى جهد، يحتاج منا إلى طاقة، يحتاج منا إلى وقت. ولدينا نمط آخر من التفكير ما ذكرته حضرتك أو ما أشرنا إليه، هو الوظائف التي يقوم بها الإنسان بشكل يومي، لا تشغل مساحة من تفكيرنا ومن ذهننا. وربما الفصل الثالث عندما سنتحدث عن آلية التفكير، عندما سنتحدث في الفصل الثالث عن آلية التفكير وكيف يعني عملية يعني عملية حركة الأفكار، ربما ستتوضح لدينا الفكرة التي المحور الأول. إذن التفكير موجود، لكن لدينا نوعين من التفكير، تفكير مقصود بهدف حل مشكلات، ولدينا التفكير الروتيني الذي سنقوم به بشكل يومي لكنه لا يشغل مساحة كبيرة من ذهننا. في أستاذ طارق. جميل.
استاذ طارق إذا خالد اذا ممكن مداخله صوتيه لحتى افهم عليه بشكل اكبر. استاذ طارق تفضل. السلام عليكم. فقط عندي سؤال وبركاته. فقط عندي سؤال. نعم. ايهما انسب لنا او للانسان او للمتعلم ان يشرع مباشره في التفكير ام ان يعود الى الذاكره اولا؟ يعني حتى يفكر بشكل سريع، هل يعود الى الذاكره للاسترجاع ام انه يشرع مباشره في التفكير خارج الصندوق او التفكير الناقد او الابداعي الى اخره؟ جميل. لو انك استاذ طارق او يعني بشكل عام لو اننا حللنا احجيه مثلا او حللنا لغز ثم طرح علينا اللغز مره اخرى، هل سنقوم بنفس التخمينات وبنفس الاحتمالات ام اننا سنلجا الى الذاكره ونقول ان اللغز هذا يحل بالطريقه التاليه؟ طبعا هو كذلك، نعود الى الذاكره. فاذا يلجأ اولا الى الذاكره. نعم. للبحث عن حلول، وبالتالي في حال لم يجد سيقوم هو بتخمينات واجراء احتمالات. في استاذ خالد حضرتك طلبت، تفضل استاذ خالد تفضل. السلام عليكم. تسمعوني يا استاذ؟ الصوت واضح. اشكرك على طرحك الجميل والرائع ما شاء الله. بس من ناحيه علميه قد يكون هناك فرق او التباس فيما تطرحه، من ناحيه مفهوم التفكير كتفكير ومن ناحيه مهارات التفكير. ما اطرح من خصائص وصفات ومن معلومات اطرحها هي تخص مهارات التفكير. اما التفكير فهو نشاط عقلي يقوم به الدماغ عندما يتعرض لاي مثير ايا كان، بصري سمعي شمي غيره، تلقائيا او بطريقه منظمه. في النهايه يحدث التفكير عند الانسان باي شكل من الاشكال، خلقه له رب العالمين لاجل التفكير فقط. لكن مهارات التفكير هي ما تطرحها ان هي بطيئه وتحتاج الى قدرات وتحتاج الى طريقه معينه، تحتاج الى جهد وبذل جهد في عمل التفكير. وبالتالي الانسان يفكر في اي لحظه او في اي وقت، لكن قد يصعب عليه مهارات التفكير او لا يرغب في تطبيق مهاره التفكير. هذا ما حبيت ان انا اوضحه فقط، يعني قد يكون في لبس في مفهوم التفكير او مهارات التفكير، لهذا لبس عند بعض المتاهلين. حياك يا استاذ. شكرا جزيلا لك للتوضيح. هلا في يعني نحن ما تفضل استاذي، هو في عمليه التفكير وفي المهارات، حتى ما يصير لبس بمهارات التفكير اللي حسب بلوم اللي هي التذكر والفهم والتحليل والتطبيق. انا احببت ان يعني ان اناقش بهذه الورشه هي كيف تتم عمليه معالجه الافكار، ما هي الاحتمالات الاولى التي يلجا اليها الدماغ عندما يواجه مشكله او يواجه قضيه بحاجه الى حل. فهذا ما نناقشه الآن، نحن لم نتجه إلى المهارات التفكير حسب بلوم، لكن شكرا جزيلا لطرحك أستاذ وسعيد جدا بمداخلتك. طيب كونه أنه نحن يعني حسب ما توصلنا إلى أستاذ يحيى، مداخلة حول الموضوع أستاذ يحيى، دكتور يحيى افتح مايك دكتور يحيى. بس تقريبا برضه مشكله انترنت عند الدكتور يحيى لان الصوت ما بيوصلش. خير ان شاء الله. ايوه السلام عليكم. واضح الصوت تمام كده؟ تمام. الو تمام دكتور يحيى تفضل. ايوه السلام عليكم. الو تفضل. انا عندي والله جماعه انا بن يعني وضح هذا تقريبا كده الانترنت بيأخر عن دكتور يحيى، فبنعتذر منك يا دكتور. السؤال ما وصلش. ممكن حضرتك تسجله على الشات. شكرا. خير ان شاء الله. طيب يعني انا ارغب بالتريث لحين عرض المحاور الثلاثه، يعني ربما يدعم بعضها الاخر، وبالتالي تصبح الصوره واضحه حسب ما اردت ان اوصله اليكم اليوم. وبالتالي سنناقش يعني بعض، خلينا نقول اذا كان في ملابسات او اذا كانت امور تحتاج الى توضيح. اذا المحور الاول انتهى، هل يلجأ العقل الى التفكير؟ من خلال الانشطه وصلنا الى اننا نسعى الى الاستفاده من الذاكره والمعارف المسبقه والخبرات القديمه لمعالجه اي قضيه جديده. في حال ما لم يجد أو لم يتوفر لدينا في الذاكرة طويلة الأمد التي سنتحدث عنها بعد قليل معلومات تساعدنا، فسنقوم بعملية التفكير والتخمين والاحتمالات. طيب إذن ماذا متى نفكر؟ وأننا تحدثنا أننا فضوليون وأننا بفضل الفضول
توصلنا إلى المعرفة التي نحن فيها الآن. برأيكم هل يمكن اعتماد على الفضول للتعليم بشكل أفضل؟ يعني أسمع المداخلات أو الكتابة على الشات. سؤال: هل يمكن الاعتماد على الفضول للتعلم بشكل أفضل؟ ليس دائما. نعم. أحيانا. في أستاذة لورا عايزة تعمل مداخلة صوتية بخصوص السؤال، الإجابة على السؤال. أستاذة لورا تفضلي. مساء الخير. أول شيء ما بعرف السؤال ذكرني بسيدي سألت نيوتن إنه كيف توصلت لاكتشاف نظرية السقوط والجاذبية، فسألها قال له هو إنه أنا كنت قاعد عم فكر شو السبب لتحصل عملية السقوط، فخبرته هي إنه أنا كمان كنت عم فكر إنه أنا إنسانة مطلقة، بس عم فكر كنت ليه صار هذا الطلاق، فسألها أنت فكرتي بهالموضوع قبل الطلاق أو بعده؟ فقالت له لا بعده. قال لها بفتكر لو كنت فكرتي قبل الطلاق كنت اكتشفتي سر للجاذبية آخر. ما بعرف، بفتكر إنه هذا الشيء يمكن ينطبق على موضوع الفضولية أو على موضوع كيفية التفكير للتعلم، يعني دائما السعي لمعرفة أشياء جديدة تلفتنا. جميل، شكرا شكرا أستاذ إلور. طبعا يعني كما تحدثنا في البداية أننا بالفطرة فضوليون، ولولا هذا الفضول لما توصلنا إلى ما نحن عليه من الآن من العلوم. حتى أن الإنسان بفضوله لا يستطيع أن يتعامل مع المجهول، وبالتالي سابقا أو يعني الإنسان القديم عندما برر الزلازل كيف بررها؟ أن الأرض هي على قرن ثور. لماذا استخدم هذا التبرير؟ ليتخلص من الغموض وبالتالي يشعر بالارتياح. في كثير من الثقافات برروا كسوف الشمس بأن هناك حوت كبير يبتلع الشمس. أيضا هذا التبرير ليس منطقيا وليس علميا، وإنما استخدمه الإنسان ليتخلص من الفضول أو ليجد حلا للغموض الذي يعيشه، لأنه لا يستطيع أن يعيش مع الغموض. نحن فضوليون بالفطرة، وعلى أيضا بالإضافة للفضوليتنا الفطرة نسعى إلى انخراط بعمليات فكرية للتحدي. يعني مثلا أرى غالبا على وسائل التواصل بعض الأحجيات التي تظهر ويكتب بالأحجية أتحداك أنك تحلها، فنجد أنفسنا بلا شعور أننا توقفنا عند هذه الأحجية وحاولنا هل هي فعلا هي صعبة أو هي هناك تحدي. يعني لا يستطيع، بيكتبوا أحيانا أنه 99% من شاهدها لم يحلها. فنحن فضوليون ونحن نسعى إلى انخراط بعمليات التفكير، لأن نجاحنا بالتفكير سيعطينا شعور بالسعادة. فعندما نحل مسألة أو نستطيع حل أحجية أو لغز، هذا الشيء بعد الانتهاء من عملية الحل هذا الشيء بيعطينا سعادة، أو بيعطينا حسب ما يقول علماء يفرز الدماغ مادة الدوبامين التي تعطي الإنسان شعور بالارتياح. لكن ليس دائما الفضول يعني إيجابي، فربما مثلا دخلنا إلى أو يعني وجدنا أحجية وحاولنا حلها لكن لم نستطع حلها أو وجدناها أصعب مما نتوقع، فإننا سنتراجع ولن نقوم بعملية التفكير. أسألكم سؤال: في مرة هل حدث معكم أنكم فتحتم كتاب للغاز وقرأتم لغز ومكتوب بآخر اللغز الحل موجود في الصفحة الأخيرة؟ هل تبذلون نفس الجهد بحل هذا اللغز أم نصف الوقت وتذهبون إلى الحل لاكتشافه مباشرة؟ الجواب على الشات لو تكرمتم.
لا ماذا نعني بلا؟ يعني هل نذهب إلى الحل أو أننا يعني نقوم بالتجربة؟ جميل. نسبة الذين يذهبون طبعاً يعني بالأمور خلينا نقول الإنسانية والأمور يعني غير العلمية المنطقية أو الرياضيات هناك نسبية عالية، فليس كل الناس يعني على مستوى واحد. الكثير من يعني أجاب على الشات أبذل جهد بسيط، لكن في حال أني وجدت أنه الحل موجود بمكان معين سأقوم بالاتجاه إليه مباشرة. إذا نحن فضوليون نسعى إلى الانخراط بعمليات تفكير، لكن لها هذه العمليات لها شروط. في حال أن التفكير يعني كان مضمون أو كانت عندنا شعور أننا سنصل إلى الحل فإننا سنستمر، لكن في حال وجدنا أننا يعني لن ننجح سننسحب مباشرة. غالبا الفضول مرتبط بالمحتوى، فهل فضولنا دائما بنفس الاتجاه؟ يعني مثلا الذي يهتم بالكلمات المتقاطعة هل يقوم بحل مسائل الرياضيات، أو الذي يهتم بحل الألغاز البوليسية حول الجرائم هل سيهتم بحل الألغاز المتعلقة بالأشكال أو بالرياضيات؟ فعملية الفضول مرتبطة أولاً بمدى شعورنا بأننا سننجح بحل هذا اللغز، وأيضاً مرتبطة بالمحتوى الذي نهتم به. إذن على الرغم من أننا يعني في الفصل الأول تحدثنا أن الناس أن الأشخاص يبتعدون عن عملية التفكير، إلا أننا واجهنا أننا فضوليون وأننا نبحث عن حل مشكلات، لأننا في حال وجدنا حل للمشكلة سنشعر بالسعادة، لكن هناك شرط أننا سنقيم هل سننجح في هذا الحل أم لا. في حال وجدنا أن المسألة أكبر من إمكانياتنا ومن معلومات متوفرة لدينا فإننا سننسحب مباشرة. طبعا العبارة هون المشار إليها إن كان بمقدورهم فعل ذلك، وأنا أقصد أن الأشخاص العاديين عندما يواجهون الغاز على وسائل التواصل أو في كتب المخصصة للألغاز أو المجلات فإنهم يبذلون جهد، لكن إن فشلوا سينسحبون. أما طلابنا ليس لديهم الخيار في فعل ذلك، فهم مجبرون كونه أنه في لديهم اختبارات وفي لديهم تقييم، فهم مجبرون على الاستمرار والبحث عن حل. إذن بالنسبة للفضول ألخص، نحن فضوليون نبحث عن التفكير لأن هذا سيعطينا شعور بالسعادة والارتياح، لكن بشرط أن يكون هذا يعني هذه المشكلة التي نقوم بحلها تكون متناسبة مع إمكانياتنا ومع معارفنا. أيضا إذا كان في أي مداخلة أو تعليق حول هذا المحور أهلا وسهلا. هل هناك إضافة؟ الآن ما فيش، نكمل. لا نكمل في أستاذ إبراهيم رفايل. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم. عليكم السلام. عليكم. هل نعتبر الفضول يا دكتور تفكير؟ الفضول، هل نعتبر الفضول تفكير؟ الفضول لمعرفة الشيء، الفضول للوصول إلى الهدف، أو الوصول، أو الفضول للوصول إلى الحل السريع، هل هو تفكير؟ الفضول هو الدافع نحو التفكير. يعني كما ذكرنا أن الإنسان عندما يجد، ولكن لجأنا أيضا إلى التفكير. نعم يعني دعني أوضح، ربما الأمر يعني فعلا هو يعني متداخل جدا. نحن نلجأ إلى التفكير كوننا فضوليون، لكن سننسحب عندما نجد أن التفكير هو أكبر من قدراتنا. هذا ملخص المحور الثاني. في أي سؤال على الشات؟ هو بس تعليق، بس هو مرتبط هل هناك علاقة بين الفضول والرغبة؟ الفضول هو الدافع نحو التفكير. يعني
في مثلا عندما تحدث ظاهرة معينة، مثلا نيوتن عندما شاهد سقوط التفاحة أثاره الفضول إن لماذا تتجه إلى هذا الاتجاه بالضبط، لماذا لم تتجه إلى هذا الفضول دفعه إلى التفكير بالبحث عن أسباب هذه الظاهرة، وبالتالي وصل إلى علم معين. تمام أستاذ، نكمل. الثقة بالنفس تعزز التفكير. يعني والله لا يوجد في ذهني جواب مباشر لهذا السؤال، لكن يعني نناقشه في نهاية الجلسة إن شاء الله. ننتقل إلى المحور الثالث، وهو كيف تسير عملية التفكير، وفي حال تعرفنا كيف يعني يستقبل الطالب المعلومة، كيف يحللها، كيف يحفظها، ربما هذا سيساعدنا إلى جعل عملية التعلم ممتعة أكثر وذات مردود أعلى. لفهم عملية التفكير بشكل بسيط جدا جدا، ينقسم التفكير، تنقسم العملية إلى ثلاث مساحات. المساحة الأولى هي البيئة، هي البيئة التي تأتينا منها المعلومات، يعني سواء شاهدنا مثلا حريق، شاهدنا نقود سيارة، وشاهدنا منعطف، كل هاي معلومات عم هي اللي عم ناخذ منها يعني المشاكل أو المعلومات التي القضايا التي تحتاج إلى حل. المساحة الثانية هي المكان اللي بتتجمع فيه المعلومات، وهي تسمى الذاكرة العاملة، وهي الوعي. يعني مثلا شاهدت سيارة مسرعة، هذه معلومات، هذه المعلومات تخزنت في الذاكرة العاملة وهي الوعي وما نشعر به الآن. هلأ عملية رد الفعل هي إما ستكون من الذاكرة طويلة الأمد، أو هي ستكون رد فعل مباشر. المساحة الثالثة هي الذاكرة طويلة الأمد التي نخزن فيها المعارف والحقائق وقوانين الفيزياء وقوانين الرياضيات وكل العلوم التي حصلنا عليها. في حال المعلومات الموجودة في الذاكرة طويلة الأمد لا يمكن استخراجها إلا بوجود محفز. يعني مثلاً لو سألنا أحدكم اذكر الكلمات التي تعرفها باللغة الإنجليزية، فلا يستطيع أن يذكر كل الكلمات التي يحفظها، وإنما لو طلبنا كتابة موضوع تعبير عن موضوع معين، مثلاً عن حياة اليومية، عن مثلاً الحياة الاجتماعية أو عادات أو تقاليد، سنقوم باستخدام كافة المفردات الموجودة في الذاكرة طويلة الأمد. إذن عملية التفكير هي البيئة، الذاكرة العاملة وهي التي مساحة التي ستجمع المعلومات وستربط بينها بطريقة لإيجاد الحل. أيضا لدينا الذاكرة طويلة الأمد، هي المكان الذي نخزن فيه المعلومات والأفكار والحقائق. تأتي المعلومات من البيئة، تتجمع في الذاكرة العاملة، وثم تلجأ الذاكرة العاملة إلى الذاكرة طويلة الأمد للبحث عن حلول. لحتى يكون الأمر يعني خلينا نقول تطبيق، يعني تطبيق عملي، بس حفاظا على تسلسل الجلسة سنتحدث عنه في النهاية إن شاء الله. شكرا جزيلا لسؤالك أستاذ ندى. لدينا الآن الأحجية الموجودة أمامنا، أرجو أنه يعني نحاول بحلها. في عنا نحن ثلاثة أعمدة، واحد اثنين ثلاثة. العمود الأول في تحته ثلاث حلقات A B C، نريد تحريك الحلقات الثلاثة من العمود واحد إلى العمود الثالث، لكن لدينا شرطين. الشرط الأول تحريك القطعة مرة واحدة، وأن لا يكون لدينا قطعة صغيرة وفوقها قطعة كبيرة. هل نستطيع حل هذه الأحجية؟ في أكثر من شخص رفع إيده حابب يشارك في الإجابة. نسمع منكم، تفضلوا. أستاذ علاء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تماماً. طيب، ممكن نحرك القطعة A إلى ثلاثة، بعدين B. نعم. إلى اثنين. نعم. بعدين A إلى اثنين.
بعدين حنحرك سي إلى ثلاثة. أيوة. بعدين سي سي إلى ثلاثة. رجع A إلى واحد. بعدين B إلى ثلاثة. بعدين A إلى ثلاثة. جميل جدا. يعني مشكورة جدا أستاذة. الحل حقيقة مثل ما تفضلت فيه الأنسة. الـ A إلى ثلاثة ثم B حسب ما تشاهدوه على الشاشة. واضح؟ جميل، شكرا جزيلا. الهدف من هذه الأحجية أن نقوم بإسقاط هذه الأحجية على عملية التفكير، البيئة، الذاكرة العامة، الذاكرة طويلة الأمد. هل يمكن أن يشاركنا أحد الحضور مشكورا كيف حدثت هذه العملية بناء على التطبيق الذي تحدثنا عنه في البداية، الذاكرة العاملة والمؤقتة والعاملة والذاكرة طويلة الأمد؟ هل لدينا تصور كيف حدث هذا حدثت هذه وصلنا إلى هذا الحل باستخدام هذا المخطط؟ أستاذ إبراهيم بيقول من خلال الذاكرة عاملة واعي. جميل، لكن إذا كان في مداخلة صوتية لشرح الفكرة ربما يكون أفضل من الكتابة إذا كان بالإمكان. طبعا أستاذ جهاد تفضل. افتح مايك. أوكي. بالنسبة لهذه الوحشية تنحلت، نحن استفدنا من البيئة يلي موجودة فيها، يعني نحن نحطينا ببيئة أنه نحن لازم نحلها. أخذنا الوعي يلي عنا إيه، رحنا على الذاكرة طويلة المدى اللي هي بدها تذكرنا أنه نحن عنا في أسطوانات صغيرة ولا ممكن نحطها فوق الأسطوانة، سوري الأسطوانة الكبيرة ولا ممكن نحطها فوق الأسطوانة الصغيرة تنقدر نطلع بالحل يلي عنا إيه. جميل، شكرا كثير أستاذ. في ملاحظة، لكن إذا في مداخلة تانية قبل ما أذكر الملاحظة. لغاية دلوقتي ما فيش أي حد. طيب، أو كل بيكتب على الشات يعني. حد حابب يشاركنا؟ نتابع أستاذنا. هلا هي للمستوى الأول من التفكير، يعني البيئة هي المعلومات التي وصلتنا من النص المكتوب للأحجية والرسم التوضيحي. ذهبت هذه المعلومات إلى الذاكرة العاملة. بالذاكرة طويلة الأمد ما عندي أي معلومة تساعدني على الحل، يعني ما عندي مثلا قانون في الرياضيات أو في الفيزياء أو حقيقة علمية تساعدني على أني أوصل للحل. فقطر الأمر عند المعلومات من البيئة إلى الذاكرة العاملة. في الذاكرة العاملة قمنا بعدة احتمالات أو تخمينات، عملنا تجارب بعضها ناجح وبعضها فاشل لحتى وصلنا إلى الحل النهائي اللي هو كان موجود أمامكم. فإذا بهذه العملية لا يوجد استفادة من الذاكرة طويلة الأمد كونه أنه ما في عندي أي معلومة أحتاجها من الذاكرة البعيدة. هلأ لو سألنا الآن 7 ضرب 18 قديش النتيجة؟ كم هو ناتج 7 ضرب 18 بدون استخدام الآلة الحاسبة لو سمحتوا؟ تمام، الجواب هو 126. طيب كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ أولا قمنا ب 7 ضرب 8 واكتشفنا أنها تساوي 56. هذه من الذاكرة طويلة الأمد. ثم قمنا بضرب 7 ضرب 1 أيضا هذا من الذاكرة طويلة الأمد، واكتشفنا أن 7 ضرب 1 استدعيناها من الذاكرة وأجبنا عنها أنه هي 7. ثم قمنا بعملية الجمع 6 أولا 5 زائد 7 اللي هي 12، وبالتالي كان عندنا الجواب 126. إذن هون هاي العملية
هاي العملية استفدنا من استراتيجيات أو استفدنا من المعرفة الإجرائية اللي ممكن نسميها موجودة في الدماغ بالبحث عن إيجاد جواب لهذا السؤال. إذا عملية الربط كانت بين يعني المسألة المطروحة والمعلومات التي استكملناها من الذاكرة طويلة الأمد، وبالتالي هذا يسمى المعرفة الإجرائية، يعني كيفية الحل. طبعا المعرفة الإجرائية هي إذا رجعنا شوي لموضوع التفكير غير المقصود أو التفكير الروتيني، فينا نرجع لعملية قيادة السيارة، قيادة الدراجة، هذا العمل، وهي العمليات التي تتم نحفظها بشكل متسلسل ثم نقوم بها بدون إشغال المساحة العاملة من الدماغ. التطبيق اللي بعده سنقرأه، أرجو التركيز، هذا يحتاج تركيز قليلا. يمارس رواد حانات قرى معينة من جبال الهملايا طقسا محددا خاصا بالشاي. ينطوي الطقس على وجود مضيف وضيفين اثنين، عندنا ثلاث أشخاص لا أكثر ولا أقل، ولدى وصول ضيفي هذا الشخص وجلوسهما حول الطاولة يؤدي المضيف ثلاث خدمات من أجلهما. هذه الخدمات مدرجة هنا بحسب درجة النبالة، بحسب درجة يعني الأهمية أو التشريف، وهي ثلاث خدمات: إشعال النار، تأجيج اللهب، صب الشاي. إبان الطقس يعني بعد هذا الجو، يسأل أحد هؤلاء الحاضرين الآخر قائلا: سيدي أتسمح لي أن أؤدي هذه الخدمة المرهقة عنك؟ بيد أنه يتعين على أحدهم أن يطلب من الآخر أن يؤدي فقط مهمة أدنى من تلك التي يؤديها الآخر. وإذا كان أحدهم يؤدي أي مهمة بالفعل فلا يجوز له طلب أداء مهمة أكثر نبلا من المهمة الأدنى التي يقوم بها. لكن في نهاية هذه الجلسة تنتقل الخدمات من المضيف إلى الضيف الأكبر سنا. هل لديكم مقدرة على الإجابة كيف يتم عمل ذلك؟ دويخة، أحتاج إلى استيعاب. النص واضح أمامكم، حاولوا تقرأوه مرة أخرى ونبحث عن الحل سوية. يجب قراءتها أكثر من مرة. جميل، إذا في مداخلة صوتية كمان يعني أتشرف بذلك. هو طريان بيحاول يوصل للحل فعشان كده لسه ما فيش مداخلات. ما فيش مداخلات، على فكرة سهلة جدا، سهلة جدا، وأتوقع إنه يعني رح تتفاجأوا إنه هي بدرجة السهولة تبعها. بحبش الألغاز الطويلة. طيب طيب حتى نكسب الوقت ولا نتأخر عليكم، المفاجأة هي أن هذا اللغز هو نفسه تماما اللغز الذي حللناه قبل قليل، وهو الأعمدة والحلقات. سؤال الآن، لماذا استطعنا حل اللغز الأول مثل ما الآن سيما شاء الله من المرة الأولى حلت اللغز، وهذا اللغز وجدنا أنه يحتاج إلى قراءة ويحتاج إلى إعادة قراءة وإلى يعني مجهود أكبر؟ أستاذ طارق تفضل. السلام عليكم. أستاذ طارق في حال صوت عندكم شغال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس لأنه في الحالة الأولى كان الأشكال والمجسمات أسهل للعقل، لأنه العقل بيشتغل بالرموز والأرقام أكثر شيء من الكلمات اللفظية، العقل بيشتغل رقمي ورمزي، تمام، كان أسهل له. أما في المسائل اللفظية طبعا دي مشاكل، الوطن العربي كل المسائل اللفظية هي أصعب مسائل على العقل، لأنه ما بيقدر يترجمها لأرقام وأشكال بعد أن يقدر يحلها بسهولة، محتاج لوقت أطول.
جميل. الأستاذ عم يقول إنه موضوع الـ يعني تمثيل الرسم البياني ساعدنا في المرة الأولى على الحل بشكل أسرع. أستاذ جهاد. العقل بيحب الصور أكثر، بيقدر يحلل الصور أكثر من الكلمات. تمام. كرمال هيك كانت أسرع عملية الحل اللغز الأول عن اللغز الثاني. جميل. مداخلة أخيرة مع الأستاذة أستاذ سعد. سعيدة. أستاذ سعيدة. سعيدة تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فقط أردت أن أنا استنتجت من هذه الألغاز أو الأحجيات أنه الطريقة التي نتعامل بها مع الحصص والدروس والمعلومات مع طلبتنا هي مهمة جدا، يعني الأسلوب أو الاستراتيجية لها الدور الأكبر في إيصال المعلومات والحقائق وتجارب إلى المتعلمين. وبالتالي لأنه العقل فيه شقين، يعني الأيمن والأيسر، وكل واحد فيهم عنده خصوصيات معينة، لذلك الصور والبيانات والأشياء التوضيحية هذه أكثر من السندات المكتوبة أكثر مدعاة للتفكير. شكرا جزيلا. طيب إذا بدنا نسقط مثل ما ساوينا في التجربة الأولى، أسقطنا هاي الأحجية على هذا المخطط، هلأ كيف فينا نسقطها؟ علما انه نحن بالاحجيه الاولى اللي ذكرناها وتم حلها بشكل سريع ذكرنا انه نحن ما استخدمنا الذاكره طويله الامد بسبب ايحاء انه هي صعبه. لا اذكر اني ذكرت انه هي صعبه، لكن ربما النص الطويل اعطاكم هذا الايحاء. طيب هنا المعلومات الواردة من البيئة كانت كمعلومات كبيرة جدا، فبالتالي امتلأت الذاكرة العاملة وكان لدينا صعوبة في تحليل حل هذه المسألة. يعني لما كنا بهي المسألة كانت الأمور بسيطة جدا، هي عبارة عن ثلاثة أعمدة وثلاثة حلقات، تنتقل الحلقات من مكان إلى آخر. عندما أعطينا كل عمود تسمية مختلفة وأعطينا معلومات إضافية وأعطينا سردا طويلا في الشرح أحدث امتلاء لذاكرة عاملة، وبالتالي صار عندنا صعوبة بعملية الربط وإحداث التخمينات أو الاحتمالات. نفس المبدأ إذا سألنا نحن قبل حكينا عن 7 ضرب 8 وحصلنا على النتيجة، لكن الآن إذا قلنا رقم مثلا 126 ضرب 126 ايضا نحتاج الى وقت اكثر بسبب انه صار في عندنا عمليات اكثر، وبالتالي كما ذكرنا المساحه العامله ستمتلئ. بعد هذول النشاطين ما توصلنا اليه انه التفكير الناجح يعتمد على 4 اشياء. يمكن زياده عدد الخانات التي تحفظها الذاكره، وان شاء الله اذا صار في لقاء ثاني ممكن نحكي عن هذا الشيء. يعتمد التفكير الناجح على 4 أشياء. أولاً المعلومات تكون البيئة واضحة. ثانياً وجود حقائق لدينا مثلاً قوانين أو معلومات أو معارف في الذاكرة طويلة الأمد. ثالثة وجود مساحة في الذاكرة العاملة أو الربط في الذاكرة العاملة. أخيراً أن يكون لدينا مساحة في الذاكرة العاملة لإجراء عملية هذا الربط، وبالتالي ربما نطرح مشكلة بسيطة لكن نعطيها الكثير من المعلومات والتفاصيل، بالتالي لا يمكن أن يعني نقوم بالوصول إلى عملية الحل. ووجود أي قصور في أحد العوامل الأربعة يعني يزيد من احتمالية فشل عملية التفكير. إذن ما توصلنا إليه في المجمل أن التفكير بطيء يحتاج إلى مجهود وليس مضمون النتائج، لكن نحن كوننا فضوليين وكوننا نسعى إلى المعرفة ننخرط في عمليات تفكير، لأننا في حالة النجاح سنشعر بالسعادة، لكن عندما ننخرط في عملية تفكير سيكون في البداية لدينا تقييم هل نحن قادرين على الوصول إلى هذا الحل أو لا، وفي حال وجود يعني احتمالية كبيرة للعجز فإننا سننسحب من هذا الحل.
سأذكر تطبيقات حول التعليم أو وننهي بها إن شاء الله حتى لا نتأخر عليكم كثيرا. كيفية إثارة دعية الطلاب نحو التعلم. سأطلب منكم حضراتكم الآن تذكر حدث قديم سواء في مرحلة الطفولة أو في مرحلة التعلم الأولى. لم يعني ليس من الضروري ذكر هذا الحدث أو مشاركته معنا، لكن تذكروا حدث لا تنسوه أبدا مر معكم بأيامكم الماضية سواء في الطفولة أو في مرحلة الشباب. إذا كنتوا جاهزين حطوا رقم واحد إذا تذكرتوا الحدث وصار موجود بذهنكم. سؤال واضح؟ نحاول نتذكر حدث مهم لا ننساه أبدا حصل معنا سابقا سواء في مرحلة التعلم الأولى أو في مرحلة الطفولة. ما شاء الله، تمام، مشكورين جدا جدا لمشاركتكم وتفاعلكم. طيب قديش بتتفقوا معي انه هذا الحدث مرتبط بمشاعر بغض النظر يعني اي حدث صار معكم وبدون ما تشاركونا فيه؟ اذا كان كلامي صحيح يا ريت نحط رقم 2. الحدث اللي تذكرته هو مرتبط بمشاعر سواء خوف، سعاده، قلق، توتر. نحط رقم 2 لو سمحتوا. جميل، أنا كثير شكركم لتفاعلكم مع هذا النشاط. معلومة تقول أن أكثر قدرة على تذكر وحفظ المعلومات المرتبطة بمشاعر. إذن إثارة الدافعية عند الطالب وشعوره بالسعادة في مرحلة التعلم هذا الشيء بيساعده على التعلم أفضل، بيساعده على التركيز، وبيساعده على عملية التذكر. شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً لكم. إذن واجبنا نحن كمعلمين عند التخطيط للدروس أو تنفيذ الدرس أن نتأكد أنه بكل لحظة هناك شعور بالسعادة ترافق الطالب خلال عملية التعلم. فلدينا سبع يعني خلينا نقول مثل نصائح أو مثل تطبيقات. الأول أن نتأكد أننا نقوم بطرح الدرس على شكل مشكلة، يعني أننا نقدم للطالب مشكلة بحاجة إلى حل، أن نركز على العمل المعرفي، ماذا سيقوم الطالب، هل سيقوم بالشرح، هل سيقوم بالكتابة جملة، هل سيقوم بربط بين معلومتين، وبالتالي نتأكد من وجود فواصل معرفية، يعني تقديم تعزيز معرفي للمعارف المسبقة أو الأمور التي تساعده على الحل. فإذن نحن كمعلمين صراحة غالبا ما نحضر الدروس على هذه الطريقة، هي عملية أنشطة، لكن اندفاعنا غالبا ما يخلينا نسرد بعملية الشرح مثل ما صار معنا اليوم، ربما أكثرت من الكلام والحديث ويعني لم يسعفنا الوقت كثيرا لإتاحة الفرصة للأنشطة بشكل كبير. فأولا نتأكد أننا نقوم بصياغة درسنا على شكل مشاكل أو أنشطة تحتاج إلى حل واضحة المنتج، يعني الطالب يعرف ماذا على ماذا سيحصل في النهاية أو ما هو المطلوب منه بشكل دقيق، بالإضافة إلى وجود تعزيز معرفي مستمر يساعد الطالب على الوصول إلى الحل. ثانياً احترام الحدود المعرفية للطالب، وبالتالي عندما نقدم له الأحجية إذا قارنا بين أحجيتين المتعلقتين بالأعمدة. الصوت واضح بس أنا أعطاني إشارة أنه النت ضعيف. واضح الصوت، واضح، تمام، جميل جميل. إذن لاحظ إذا قارنا بين أحجيتين المتعلقتين بالأعمدة إذا طرحناها بالطريقة الأولى كيف أنه نحن ما كان عندنا أي تلبك، كانت يعني عندنا مساحة، عندنا قدرة على إجراء الاحتمالات. لكن في حال عم نطرح الأمور بشكل مفصل جداً بالتالي بيؤدي إلى امتلاء المساحة العاملة اللي فيها رح تحدث عمليات الربط، فهذا الشيء بيؤدي إلى وجود تشوش عند الطفل. طبعاً من الضروري أيضاً عند يعني تجهيز الأنشطة يعني وضع بعين الاعتبار المعارف المسبقة اللازمة لهذا النشاط.
يعني كل معلومة جديدة سأقدمها للطالب هي مرتبطة بمعارف سابقة، فأنا أتأكد بشكل أو بآخر وجود هذه المعارف عند طلابنا قبل ما أقدم له المشكلة. طبعاً مشكلة التحميل الزائد والمعلومات الزائدة بتؤدي لتقليل من سرعة التعلم أو بتؤدي لتشويش عند الطالب. الحل كتير بسيط، أول شيء نجزئ المشكلة أو الفقرة أو الفكرة إلى أجزاء بسيطة. اثنين، نستخدم الجانب البصري اللي تم الإشارة له من حضراتكم، إنه لما كانت المسألة مطروحة ومعها مخطط بصري كان الحل أسهل بكثير من لما طرحت بشكل نظري. الأمر الثالث، وضح المشكلة التي تريد المراد حلها. هون نتأكد أن المشكلة هي بالمستوى المعرفي للطلاب، يعني ما تتجاوز مثل ما حكينا بفقرة الفضول، قلنا أنه نحن عندنا فضول لنحل الألغاز والأحجيات، لكن إذا شعرنا أنه هذا اللغز أكبر من مستوانا المعرفي فإننا سنتراجع. فعملية طرح المشكلة تراعي تماماً الحدود المعرفية عند الطالب. الأمر الثالث، ننتبه لتفعيل أو تحفيز الطلاب بشكل مستمر، بحيث أنه مثل ما ذكر مذكور أنه التجربة تساعد الطلاب على الانتباه وتجذب الانتباه، لكن لا تضمن استمرار الانتباه لوقت طويل. فبالتالي من الضروري أن نتأكد بشكل مستمر أن طلابنا هن بحالة يعني ترقب لما هو آتي. في سؤال هنا، أنه نحن إذا قارنا الأفلام أو المسلسلات الجيدة بالمسلسلات الرديئة، فمنلاقي أنه المسلسلات الجيدة هي اللي فيها أحداث غير متوقعة. يعني تصوروا نحن عم نشوف مسلسل أو فيلم ونتوقع الحدث اللي بعده، فبنشعر يعني بنشعر بالملل، بنشعر بالضجر، إنه خلاص نحن بنعرف شو رح يصير. لكن التركيز يعني ضرب التوقعات، خلينا نقول، أو تقديم ما هو مفاجئ بالنسبة للطالب، هذا يجعله دائما في حالة يقظة وفي حالة انتباه. الأمر الخامس، تغيير، ضروري نحن نتذكر ونحط بعين الاعتبار انه نحن طلابنا مو كلياتهم مستعدين انه يحصلوا على العلامة التامة، فبعضهم يعني لا يقبل دون العلامة التامة ابدا، وبعضهم يشعر بمنتهى السعادة في حال حصل درجة النجاح على الاقل. فهذا الشيء يعني بيخلينا ننتبه انه مو الكل مستعد لانه يتفوق، وبالتالي انه نصمم الانشطه اللي بتراعي الفروق الفرديه في للطلاب خلال الدرس. الامر السادس، تغيير الايقاع واحداث الصدمات والمفاجات بشكل دائم، حتى ايضا يعني من الامور اللي يعني ننتبه لها كمدرسين انه ما يكون في عندنا روتين. يعني مثلا بعض الطلاب يستطيع ان يخمن ما سيقوله المدرس الان، كونه أنه هذا الأمر متكرر دائماً بيقوله دائماً بيستخدمه، وبالتالي هذا الدرس بيكون نوعاً ما ممل. فنحاول يعني ننتبه إلى كلامنا، تصرفاتنا، نحاول أن نقوم يعني بالفلاشات أو المفاجآت، وبالتالي يكون الطالب دائماً بحالة يقظة. الأمر الأخير، عندما نقوم بتنفيذ درس ناجح من الجميل والمفيد جداً كتابة طريقة النجاح، يعني ما هي الظروف التي ساعدتني على إنجاح هذا الدرس، ما هي مواصفات المشكلة اللي طرحتها وتفاعل معها الطلاب بشكل جيد، وبالتالي بتساعدني على لما خطط لدروس قادمة استفيد من النجاحات اللي حققتها. أيضا عمليات الفشل مهمة أنه تنكتب، حتى أيضا أعرف أنه أنا لما فشلت بهذا الدرس أيضا ما هو السبب، ما الذي لم ألقي له بالا، ما الذي لم أخطط له، وبالتالي لم تحصل عملية الإثارة الدافعية وإثارة الرغبة عند الطلاب وشعورهم بالسعادة عند التعلم أو الحصول على ما هو جديد. هيك أسأل الله أن يكون وفقت بالتقديم، وشكرا جزيلا جزيلا لمشاركاتكم وتفاعلكم الرائع مع الأنشطة المطروحة.
الآن أنا جاهز في سؤال أجلته، أرجو من الأستاذ أنه تذكره، تعيد ذكر الأستاذ السؤال عن صوتي أو كتابي لو سمحت. صراحة أنا شكرا جزيلا لحضرتك الأخير. تمام، تقريبا كان عن الثقافة نفسه والتفكير تقريبا على ما أعتقد، كان أستاذ سعيدة أو حد كان كتبه. في أستاذ ندى على ما أذكر ذكرت سؤال ربما يعني طلبت تأجيله لكن نسيته والله للأسف، ليس هذا إنه غير الثقة والتفكير. طيب نحن ممكن يكون وجدوا الإجابة من خلال المحاضرة مع حضرتك، فعشان كده ربما يكون الفقرات تماما، ربما الفقرات يعني اللي بعد أجابت عن التساؤل. أنا سعيد جدا اسمع رأيكم، إذا كان في رأي يا ريت يعني تشاركونا إياه. نحن انتهينا، لكم جزيل الشكر، والآن مع الأسئلة والمداخلات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشكر الموصول لحضرتك أستاذ صبحي لهذه المحاضرة القيمة، والشكر أيضا موصول لجميع العاملين في مؤشر عمران. ممكن نحن نضيف نقطة لو تتفق معي في الرأي لكي نزيد من دافعي الطلاب نحو التعلم، لا نستطيع استخدام أسلوب التعلم من خلال التعليم. طبعا هذا الأسلوب هو عبارة عن أسلوب منهجي يسمح للطلاب الجامعيين بتحضير حصة دراسية أو جزء منها، وطبعا تم استخدام تطبيق هذا الأسلوب في المدارس النموذجية التابعة وخصوصا لكليات التربية، بحيث أن يقوم طلبة الصفوف المنتهية في الكلية بتدريس بعض الفصول في تلك المدارس النموذجية. طبعا الشيء هذا يكون تحت إشراف مشرفي التربية والتعليم في داخل هذه الكلية. وشكرا لحضرتك. جزاك الله خير. تأكيدا لكلامك أستاذ، نحن يعني عندما كنا في المدرسة الإعدادية كان بعض المدرسين يطلبوا منا تحضير فقرة من درس وتقديمها للطلاب. ثق تماما أن هذه الفقرات ستبقى معنا يعني إلى آخر العمر ولا ننساها أبدا، صحيح 100%. الأستاذ سعدة. أستاذ سعيدة. سعيدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل على هذه الورشة القيمة جدا. بطبيعة الحال ونحن اليوم يعني نسير أو نتجه نحو جودة التعليم، الأكيد أننا دائما نتجه نحو تعليم التفكير. اليوم الكثير من الكتب يعني المؤلفات في مجال البيداغوجي التربوي التعليمي تتجه نحو تعليم التفكير. هذه فقط يعني إضافة في أحد المعارض الدولية بالجزائر، وأنا من الجزائر، اشتريت كتاب بعنوان لنعلم أطفالنا حلاوة التفكير. كتاب رائع لجون لانجرر، والله رائع جدا، يعني ولو أنه أنا في يعني في الطور الابتدائي إلا أنني حاولت أن أجربه على أطفالي أو تلاميذي. فمن بين الأسئلة التي وجهتها لهم وجدتها في الكتاب طبعا، أذكر 4 أشياء تشترك فيها السيارة مع الشجرة. يعني هي الحلول كانت موجودة طبعا وحلول غير متناهية، والله أبدعوا يعني أبدعوا ببساطتهم بتفكيرهم البريء، يعني كل يعني المهم تعلموا كيف يفكرون، يعني هذا هو المطلوب. إن شاء الله طبعا لو سمحتم لو تكرمت عمران يعني تخصص لنا ورشة حول الطرائق واستراتيجيات التعلم النشط، وشكرا لكم جزيلا. شكرا لكم. طبعا الجلسة اللي قدمتها اليوم هي جزء من 8 فصول. إن شاء الله سأقوم بتحضير الفصول 7 المتبقية، وفي حال أنه صار لنا فرصة سواء على عمران أو بلقاءات أخرى لكم يعني إن شاء الله بكل فخر. أيضا أريد أن يعني أشير إلى نقطة أننا ما ناقشناه اليوم في ورشة اليوم سيساعدنا على تفسير بعض الظواهر خلال يعني خلال الحصة الدرسية. يعني مثلا لما نطرح مشكلة أو نطرح فقرة
ومنلاقي أنه طلابنا ما قدروا على الاستيعاب أو ما وصلوا النتيجة المرجوة، فبالتالي صار عندنا قدرة أتوقع صار عندنا قدرة أفضل على تحديد الخلل أين يكمن، هل في طريقة الطرح، هل في المعارف المسبقة عند الطفل، هل في المساحة كما ذكرنا المساحة المعرفية والمساحة العاملة، هل يعني أثخناها بالمعلومات والأفكار وبالتالي أصبح الطالب مشوش وغير قادر على التركيز. فربما هذا سيساعدنا على تحضير دروسنا، على عرض مادتنا إن شاء الله بشكل أفضل. لكم جزيل الشكر أستاذ محمد، عفوا أستاذ ياسمينة سيف. أستاذ ياسمينة تقريبا نزلت إيديها. أستاذ ياسمينة ممكن ترفع إيديك مرة تانية. أستاذ محمد الملاد الصوت مش منفعل عند حضرتك. السلام عليكم. فيها سؤالين إذا سمحت. أول سؤال هو أهمية الروتين في عملية التعلم، والسؤال الثاني مدى صحة ما يذهب إليه أصحاب التنمية البشرية في تنمية الدافعية والإيجابية، وشكرا. شكرا جزيلا. القسم الأول أستطيع الإجابة عنه، القسم الثاني بصراحة بحاجة لتفصيل أكثر ما كان واضح. الروتين في عملية التعليم أيضا هي فقرة من الفصل الخامس بهذه المادة. عندما تحدثنا عن الذاكرة العاملة، وهون يعني ذكرتنا بملاحظة كثير مهمة، إذا أردنا توسيع المساحة العاملة كما ذكرت الأستاذة في على التعليقات أننا نستطيع الحفظ بأربع خانات، نستطيع أن نزيد من سعة هذه المساحة من خلال خلينا نسميه الترميز تدريب تجربة التدريب أو الترميز للمعلومات. يعني مثلا إذا أخذنا مثال السيارة، عندما نقود السيارة فإننا سنفكر بالمقود وسنفكر بغيار السرعات ونفكر بالطريق وبالمرة وبالمسافة وبالسرعة وبالمكابح، لكن إعادة تكرار هذا النشاط سيختزن من المساحة العاملة ويتيح المجال لأعمال أخرى. وكما ذكر أستاذنا في مداخلته أننا نستطيع التفكير بالعمل والتفكير في المنزل وحل بعض المشكلات ونحن نقود السيارة. فإذا زيادة المساحة العاملة يتم من خلال إعادة أو تكرار العمليات وبالتالي تصبح تلقائية في الذهن. كتنمية بشرية وإثارة الدافعية ما كان واضح السؤال للأسف، فإذا ممكن تعيدي أو تعطيني تفصيل أكثر حتى أقدر جاوبك. كان سؤال أستاذة ندى لغاية لما أستاذة سعيدة ترجع لنا مرة تانية، أستاذة ياسمينة، كان بخصوص حول إيجابيات وسلبيات الفضول وكيفية توجيهه في عملية التفكير والتعلم. تمام. نحن ذكرنا إذا بتتذكروا بالتطبيقات حول التعليم أن نطرح الأنشطة على شكل مشكلات وألا تكون كسرد معرفي وبالتالي يشعر الطفل بالملل. يعني مثلا عندما أطرح عليه مجموعة تساؤلات، ولنا ما بعرف إذا لاحظتوا أنه الكثير من الفقرات التي تحدثنا عنها كان العنوان هو على شكل سؤال ولم يكن على شكل عنوان عادي، فذكرنا أنه هل يلجأ الدماغ إلى التفكير أولا، كيف يتعلم الطلبة، هل نحن فضوليون، كيف نستفيد من الفضول. فطرح الأنشطة على شكل أسئلة ومشكلات بحاجة إلى حل، هذا سنستفيد من الفطرة الفضول عند الطالب وبالتالي سيسعى الحل. لكن ذكرنا شيء مهم، أن لا تكون المشكلة أو الأسئلة تزيد عن مستوى المعرفة للطالب وبالتالي يشعر بالعجز مباشرة أمامه. أتمنى أن أكون قد أجبت. تمام بإذن الله. في أستاذ عبد الهادي. أستاذ عبد الهادي تفضل. طيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل صوتي مسموع؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية شكرا جزيلا للدكتور عبد العزيز على هذه الحصة المتميزة والرائعة جدا، كذلك الشكر موصول لمنصة عمران. صراحة الموضوع التفكير موضوع مستفز ومحفز على التفكير. بداية ما أود أن أقوله هو أن الإشكالية الكبيرة التي يعيشها
النظام التعليمي على مستوى البرامج والمناهج والمقررات هو غياب ما يسمى apprendre à apprendre بالفرنسية، أن نعلم التلاميذ كيف يتعلمون، ومن هنا أهمية هذا الموضوع. النقطة الثانية هي حاليا هناك موضة كبيرة للتفكير خارج الصندوق. ما رأيكم أستاذي في هذه الموضة؟ لماذا؟ لأنه إن أردت أن أفكر خارج الصندوق فمن الواجب علي أن أضبط ما هو داخل الصندوق. المهارات ضرورية بالتأكيد، لكن المعارف، تعليم المهارات وترسيخ المهارات لدى التلاميذ لا يجب أن يكون على حساب المعارف، معارف لكونيسانس، المعارف العميقة جدا. ما أريد أن أقوله هو أن هناك خيط ناضم ما بين تملك المعارف من جهة والتمكن من المهارات من أجل خلق نشأ متحكم في المستقبل. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لمداخلتك. القسم الأول كان عم تحكي حضرتك هو التعلم من أجل التعلم، وأتوقع أن هو قصد التعلم الذاتي، أن يكون إنسان قادر على التعلم ذاتيا، ويعني يستطيع هو البحث عن يعني المعرفة والتعلم. أتوقع أن ما حدث في زمن كورونا والتعلم عن بعد ساهم بكثير بهذا المجال، فكان في اعتماد كثير على الطالب للبحث والمعرفة. القسم الثاني هو موضوع المهارات والمعارف. طبعا من يعني الإجرام بحق طلابنا أن نجعلهم كأجهزة تخزين معلومات فقط ولا يستطيعون الاستفادة من هذه المعلومات. يعني في حال الطالب تعلم قواعد بالفيزياء وتعلم معادلات بالكيمياء وتعلم قوانين في الرياضيات، لكن لا يستطيع أن يخرج من المدرسة إلى الحياة العملية ليطبق ما تعلمه، فهذا أنا أراه إجرام بحق طلابنا. لذلك نحن بحاجة إلى تعليم التفكير الإبداعي حقيقة، وبالتالي الاستفادة والإتيان مما هو جديد من خلال المعارف التي حصلوا عليها في عملية التعليم. بالنسبة للأستاذ ياسمين الأول، هي كانت بخصوص التنمية البشرية، في تنمية الدفاعية والإيجاب، هل ما يقوم به أصحاب التنمية البشرية أو اللي بيقدموها صحيح، أم هو مبالغة في الحديث عن الثقة بالنفس وصرف تنمية الدفاعية والإبداع؟ جميل، جميل جدا. ما يقوم به يعني علماء التنمية البشرية ومدربي التنمية البشرية من عمليات التحفيز وزيادة الثقة بالنفس هو أمر جيد، لكنه يحتاج إلى أمر آخر. يعني أنا إذا مثلاً حسب يعني ما هو شائع، إذا أغمض عيني أنا ناجح، ربما هذا سيولد عندي فورة وسيشجعني أيضاً على البحث، لكنه مؤقت للأسف ولا يستمر طويلاً إذا لم يقترن بعمل أو يقترن بخطة أو يقترن بنشاط أقوم به. فالمحاضرات والكتب والمقالات التي تحفز الإنسان على العمل وتبث فيه روح التفاؤل جيدة، لكنها مؤقتة في حال لم تتطور إلى ما أكثر من ذلك. أستاذ محمد شلبي، السلام عليكم. كل الشكر لحضرتك وكل الشكر يعني منصة عمران، يعني مستفدنا من حضرتك كتير. حضرتك أنا كان في مسألة خاصة بالتمييز بين عقل المرأة وعقل الرجل، فكرة أن المرأة تركز بصورة أكثر على الجوانب الجزئية والتفصيلية، والرجل يميل إلى فكرة النظرة العامة أو الشاملة. هل هذا الأمر له تأثير في مسألة الفروق الفردية وتمييز طريقة التفكير وغير ذلك؟ كل الشكر لحضرتك. حياك الله، الله يسلمك يا رب. موضوع الفروق الفردية هو غالبا ناتج عن ما يسمى بأنماط التعلم، فنمط التعلم الحسي ونمط التعلم التجريبي ونمط التعلم السمعي، بالإضافة إلى الفروق الفردية تنتج من لها علاقة بالبيئة، لها علاقة بالمستوى المعرفي المختلف عند الطلاب. أستاذ صبحي الصوت راح.
يعني مو صوت واضح هلا؟ دلوقتي رجع تاني، الفترة اللي فاتت كان اختفى شوية، فنرجع للإجابة على السؤال مرة تانية لأن ما سمعناهوش. تمام. تمام، كان السؤال هو الفروق الفردية. الفروق الفردية غالباً البيئة التي يرغب بطالب بالتعلم بها، وأيضاً مرتبط بالمعارف المسبقة الموجودة عند كل طفل، لأنه غالباً هي بتكون متفاوتة، ما بتكون نفسها بين جميع الطلاب. تمام أستاذنا. في كان سؤال بيقول هل كل الموضوعات المطروحة تطرح على هيئة مشكلة أم هناك اختلاف بين الموضوعات بعضها البعض؟ يعني كان السؤال بخصوص ان انا هل اطرح كل المحاضرات بتاعتي للطلبه بشكل مشكله ونبتدي نحلها في كل الاوقات، ولا هي حسب الموضوع؟ الجواب هو تماما بهي الفقره الاولى. أنا يعني أعيد أنه نحن في اللي هي خلينا نقول حقائق أو معارف تساعد الطلاب على حل المشكلة، أيضا أنه تكون الدرس بشكل كامل على شكل أنشطة ومسائل ومشاكل تحتاج إلى حل، هذا أيضا يعني يؤدي إلى شعور بالملل ويعني انخفاض الدافعية للتعلم. فنحتاج الأمرين، الفواصل المعرفية والأنشطة اللي هي واضحة المخرجات بالنسبة للطالب أولا. طبعا نحن ذكرنا انه غالبا ما نحن يعني اندفاع المعلم ينتقل من مرحله الاسئله والمناقشه الى مرحله العرض المعرفي المستمر. نعم، هناخد اخر سؤال واخر مداخله من الاستاذ محمد المجاد ونختم بعد كده. السلام عليكم. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا استاذي الفاضل على هذه المحاضره الرائعه والتطبيقيه في نفس الوقت حول كل ما يتعلق بالتفكير. بطبيعة الحال الشيء الذي استفدناه منه يمكن إذا كان هذا خلاصة صحيحة بالنسبة لعملية التفكير، طبعا لها خطوات. التفكير أصلا هو عملية تلقائية أعتقد، وهذه الخطوات كما قمنا بالتعامل مع الإحجيات وحلها، أعتقد أننا قمنا بخطوات. الخطوة الأولى هي أولاً استقبال الحدث أو المشكلة، استقبال المشكلة عن طريق الحواس، إذا كانت مسألة تقرأ عن طريق الحواس، إذا كانت مسألة صوتية تسمع. إذن أول خطوة في التفكير هي استقبال الحدث أو المشكلة، ثم إدراك المشكلة، وبعد ذلك التفكير في الحل. وهذا التفكير في الحل بطبيعة الحال لابد أن يمر على الذاكرة، خاصة الذاكرة العملية إذا كان الأمر يتعلق بالذاكرة الطويلة، هذه ما تخزنه لابد أن نمر بالذاكرة. ثم في النهاية تأتينا القناعة أو هل هذا الحل الذي أو هذه الخطوة التفكيرية كانت صحيحة أم غير صحيحة. ولكن هذه الأمور كلها تتطلب من المعلم الذي هو المدبر، والمتعلم هو الذي يقوم به، هو الذي يبني المعرفة، لأن المعرفة الآن لم تصبح معرفة تسلم فقط هكذا جاهزة، بل التلميذ هو محور العملية التعليمية التعلمية. فنحن لا بد أن نحفزه، ولا بد أن نعطيه فرصة، ولا بد أن نساعده إلى أن يصل إلى حل المشكلة. شكرا لك أستاذ، وشكرا لأستاذ عمر كذلك والأستاذ زينب على مرافقتنا في هذه الجلسة، والشكر كذلك لزملائي الذين تدخلوا وأثروا هذه المحاضرة الطيبة، وشكرا. شكرا جزيلا لكم، حياكم الله. أستاذي في عنا مداخلات، ما أعرف إذا الوقت متاح أو الأمر عندكم. طيب إحنا لو طيب عشان نأخذ أستاذة لور وبعد كده أستاذة ياسمينة
ونختم بعد كده أساتذتنا الكرام. تمام إن شاء الله. أستاذة لورا تفضلي. شكرا. أولا نشكركم على الوقت الجميل والرائع والمفيد. بالنسبة للمداخلة، أنا بالنسبة إلي بشوف أنه النظام أو التخطيط المتبع اللي قائم على الفهم اللي أولا بتتحدد الأهداف، وعلى صعيده تطرح الأسئلة الكبرى اللي من خلالها رح يعرف المعلم كيف يطرحها ليوصل للتقييم اللي هو بيريده أنه يوصل أو يتحقق مع الطلاب، ومن ثم يضع الأساليب والاستراتيجيات ومصادر المعرفة حتى تتحقق كل هذه النتائج، يعني الفهم المعمق. وبالتالي أيضا يجب أن يدرك تماما الفروقات الفردية ويستخدم نموذج فاج أو حتى الذكاءات السبعة لحتى يحقق كل ما هو مطلوب. هل هذا صحيح أم لا؟ لو أجملتي حضرتك ممكن بس إعادة بشكل سريع. نموذج اليو بي دي اللي هو المعرفة عن طريق الفهم، أي الفهم المعمق. نعم. فالأساس هو وضع الأهداف، يعني المعلم يحدد الأهداف المرجوة ومن ثم يضع الأسئلة الكبرى التي تساعده على تحقيق التقييم الصحيح والواقعي للطلاب، ومن ثم يحدد الأساليب والاستراتيجيات ومصادر التعلم التي تكون يجب أو يفترض أن تكون خارج الكتاب، ليس الكتاب فقط. كذلك عليه أن يضع نصب عينيه تلك الفروقات الفردية، وبالتالي يستخدم نموذج فاج، يعني المرئي والمسموع والحركي، إضافة إلى الذكاءات السبعة التي أيضا لها أهمية حتى يطال المجموعة الكبرى من التلامذة. ما شاء الله. ذكرتي حضرتك أنماط التعلم وأنواع الذكاءات ومستوى المهارات الدبلوم، فيعني شملتي معظم المصطلحات أو المفاهيم المتعلقة بعملية التعليم. شكرا لك جزيلا أستاذي. الآن سياسمين وأنونهي إن شاء الله. قبل ما نبدأ نروح للأستاذة ياسمين، الكل بيشكر حضرتك جدا على المحاضرة الرائعة دي وكم الاستفادة، وبيسألوا حضرتك إن هم يقدروا يحصلوا على المادة العلمية بحيث إن هم يستخدموها كدليل وجيد بالنسبة لهم. طبعا أكيد إن شاء الله مشاركة معهم إن شاء الله. تمام أستاذة ياسمين، تقريبا كان ده السؤال أستاذة ياسمين. تمام إن شاء الله منشارك معكم المادة على التليجرام، وأيضا في عنا استبيان بعد، أرجو إنه يعني نتفاعل معه لو سمحتوا. إن شاء الله سيتم مشاركة الرابط بعد انتهاء الجلسة إن شاء الله تعالى. أيوة أستاذ ياسمين تفضلي. نعم، في سؤال لو كان فيه مجال، يعني هل نستطيع القول أن الذاكرة العاملة هي الوعي والذاكرة الطويلة الأمد هي الإدراك؟ وشكرا. صراحة مع يعني الذاكرة العامة هي الوعي تماما، يعني هي ما أشعر به، ما حكينا أنه مثلا سيارة، شجرة، طائر إلى آخره، وسواء كانت ذكريات، يعني مثلا تذكرت صوت والدي، تذكرت مكان ذهبت إليه، هذا هو الوعي. لا، الذاكرة طويلة الأمد هي مكان تخزين الحقائق والمفاهيم والمعلومات. الإدراك ربما هو يكون عملية يعني تمازج بين هدول المساحتين لحتى تصير عملية الإدراك. يعني المعلومة المجردة الموجودة في الذاكرة الطويلة الأمد هي شيء مجرد، والذاكرة العاملة هي عملية الربط بين المعلومة المخزنة والبيئة المحيطة. أستاذنا تفضل. أمور نكون واضح؟ لا، الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. من كم التعليقات، كل بيشكر حضرتك على المحاضرة الرائعة وأكثر من قيمة، والأسلوب اللي حضرتك بتتميز بيه في الطرح والمحادثات والمناقشات، بسم الله ما شاء الله. فكل بيشكر حضرتك وجزيل الشكر لحضرتك جدا جدا، ومنتظرين إن شاء الله نتم حضرتك معاك تاني لاستكمال المحاضرات والورش بإذن الله تعالى. حياكم الله، سعيد بلقائكم اليوم. ما شاء الله كنتم رائعين، تتمتعون بخبرة
عالية جدا، وهذا الشيء كان له دور كثير بنجاح ورشة اليوم. أشكركم على وقتكم، لا تنسونا من دعوة صالحة والتفاعل مع الاستبيان البعدي لو تكرمتم. إن شاء الله تعالى خلص الشكر لحضرتك وللزملاء الأعزاء النهاردة، وأترككم جميعا في أمان الله ورعايته، تصبحون على خير، في أمان الله جميعا وأنتم. السلام عليكم.